بهجة العطية هو بهجة داوود سلمان العطية، العسكري والمسؤول الأمني البارز في العراق خلال الحكم الملكي. ولد في البصرة عام 1900 وأكمل دراسته الثانوية فيها، وبعدها درس في الكلية العسكرية الملكية ببغداد. أصبح مديراً لقسم التحقيقات الجنائية عام 1946 وعرف بملاحقة الشيوعيين وعموم اليساريين. كان أول مدير للأمن العامة في العراق، وظل في منصبه حتى سقوط النظام الملكي في 14 من تموز عام 1958، حين تم اعتقاله وإحالته إلى المحكمة. حكم عليه بالإعدام في محكمة الشعب برئاسة فاضل المهداوي، وعرف عنه دفاعه القوي عن سياسته وعموم إدارة النظام الملكي. نفذ العسكر الجمهوريون حكم الإعدام بحق العطية في أيلول من عام 1959 مع وزير الداخلية في العهد الملكي سعيد قزاز.